وبالنسبه لمصر، انت الذي وضعتهم كمرشح اول للفوز باللقب الاول. السنغال، السنغال هو المرشح الاول. لماذا تضع المنتخب المصري؟ صحيح هو من بين ابرز المرشحين، ولكن المرشح الاول يبقى حامل اللقب، منتخب سنغالي بمدرب عنده مده طويله مع المنتخب، بنجمه الاول ساديو ماني، بلاعبيه الذين ينشطون في مختلف دوريات ولعنة البطل لا، وبالتركيبه ميدو. يعني السنغال ليس منتخب فرديات وانما صحيح قص، ولكن ما زالوا قوي. تفضل عرفت. نقطه مهمه، واش قال لك بلال؟ قال لك الضغط عايش مع اللاعبين والمدرب في بن عكنون، هو عايش ضغط. وين تشوف منتخبنا الوطني؟ المنتخب الوطني خرج من ما عندوش انصار كثر في بن عكنون. لا 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 عايش لا بصح عايش ضغط، ضغط النتائج لا بزاف. لا لكن لما يكون فريق عنده انصار بصح منتخبنا الوطني محمد قبل الماتش اوفيسيال دوما ان شاء الله واش لعب؟ دو ماتش اميكو فاز عليهم. نعم يتنحى الضغط هذا محمد. احنا كلاعبين نعرفوا باللي كي تروح في ماتش اميكو وتفوز تتعود على هذاك، تنحي هذاك الضغط شويه. نعم دونك الضغط على المدرب والستاف اللي لاجي كيما يقول لك والبسيكولوج. نعم. امين اريد ان اسالك، من الذي يضع الضغط الان على المنتخب الوطني الجزائري؟ يعني الشعب الجزائري كله يطالب بمشاركه مشرفه، الشعب الجزائري يعرف كره القدم، لما يشوفك تلعب تبذل مجهود، تبلل القميص، تحاول تحارب فوق ارضيه الميدان، حتى لو تعادلت، حتى لو خسرت واحد ما يلومك. من يعني الذي يضع الضغط؟ الاعلام الجزائري لا اعتقد بانه يرشح الجزائر. الناخب الوطني لم يضع ضغطا على لاعبيه، لم يقل باني جئت للفوز بكاس افريقيا، وانما رشح 4 أو 5 منتخبات اخرى. يعني من اين ياتي هذا الضغط؟ اولا الجمهور الجزائري يرشح الجزائر للتتويج ويريد من المنتخب الوطني الجزائري التتويج بكاس امم افريقيا، هذه ليست خطيئه حتى نعبر عنها بطريقه عاديه. نعم اخرج الى الميدان واسال الجماهير، كل الجماهير ستجمع على انها تريد العوده بالكاس الثالثه للمنتخب الوطني الجزائري. الإعلام كل إعلامي ورأيه الخاص، أنا منذ البداية وضعت الجزائر ضمن أبرز المرشحين للتتويج باللقب. لماذا؟ لأننا نملك تشكيلة من بين أقوى التشكيلات حاليا في القارة السمراء، نملك نفس المدرب الذي قادنا للنجمة الثانية جمال بالماضي، الاستمرارية مثل ما قال مزور، نملك كل العوامل من أجل أن نكون من أبرز المرشحين. زيد على ذلك نجاح التربص، القضاء على الأخطاء السابقة في كان الكاميرون، لذلك كل العوامل تجتمع من أجل ذهاب الجزائر إلى أبعد نقطة ممكنة. الآن نرشح الجزائر، ولكن حقيقة الميدان شيء آخر تماما. أنا رشحت مصر اليوم، شاهدنا كيف وضع المنتخب الموزمبيقي مصر في مأزق كبير إلى غاية الأشواط أو عفوا الدقائق الإضافية. نعم. بعد نهاية الوقت الأصلي وبركلة جزاء، يعني الحل جاء عن طريق ركلة جزاء بعدما عجز الهجوم المصري عن ترجمة الفرص الكثيرة إلى أهداف. لذلك أعتقد أن الضغوط شيء طبيعي جدا، جزء لا يتجزأ من الحياة وجزء لا يتجزأ من كرة القدم، ونعرف أن الناخب الوطني الآن بالخبرة التي يملكها يعرف كيف يسير الضغوط، واللاعبون كذلك يلعبون في أكبر الأندية، هناك منهم من يلعب رابط أبطال أوروبا، هناك منهم من يلعب ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، ويعرف ما معنى الضغط الحقيقي في كرة القدم. لذلك لا خوف على النخبة الوطنية من الضغوط، ولا ننسى أن الناخب الوطني نفسه في 2019 قالها جهارا نهارا، أنا ذاهب من أجل التتويج باللقب، وقبل خلال تصفية المونديال أيضا قال إذا ما تأهلنا إلى المونديال فسأذهب من أجل اللقب. لذلك أتمنى أن يكون هذا الضغط إيجابيا على النخبة الوطنية. نعم. هناك ضغط آخر وهو ضغط النتائج المخيبة التي حققها المنتخب في الكان الماضي، أتمنى أيضا أن يكون أثاره إيجابيا على اللاعبين الذين سيعقدون العزم على تشريف الكرة الجزائرية هذه المرة. نعم. ومحو تلك الذكرى السيئة. أمين، في اعتقادك الضغط يكون أكثر على المدرب أو على اللاعبين؟ على المدرب أكثر محمد، المدرب خصوصا أكثر. طبيعة الناخب الوطني جمال الماضي الذي يشبه كثيرا جوزي مورينيو، مدرب تحديات، جمال مدرب تحديات، دائما ما لا أعرف إن كان هذا ذكاء منه أو دائما ما يعرف كيف يحيد الضغوطات عن لاعبيه ويتحملها هو. نتمنى أن يكون في مستوى هذه الضغوطات وأن يعرف كيف يتعامل مع هذه التشكيلة، ونتمنى بداية جيدة للنخبة الوطنية أمام منتخب أنغولا. نعم، إلى التصريح الثالث لجمال بالماضي الذي تحدث فيه عن الظروف الرائعة التي يحضر فيها المنتخب الوطني، تابعوا. Notamment notre lieu de travail.
بلال، يعني هناك عدة عوامل تساعد المنتخب الوطني في هذا الكان، أولها التربص الناجح في الطوغو والمباراتين الوديتين التي خرجنا منهما بانتصارات وبتطبيق طريقة لعبنا وبدون إصابات. أمر ثاني هو خروج المنتخب الوطني من القرية الرياضية وذهابه لفندق كامل شامل بمواصفات عصرية وعالمية يساعد كثيرا الفريق والمنتخب على التركيز والهدوء قبل المباريات. أمر ثالث القرعة الرحيمة، يعني لم نقع في مجموعة قوية جدا، وإضافة إلى ذلك إذا تأهلنا في المركز الأول سنواجه أحسن ثالث، يعني لن نضطر لمواجهة أصحاب المراكز الثانية. هناك يعني مؤشرات إيجابية، الأجواء داخل التشكيلة، حماس فياض في التدريبات، أجواء أخوية، يعني تحس بأنه يمكن لهذا المنتخب أن يفعل شيء في ذلك. والله يا محمد راك لخصت كلش، مي شاك تورنوا شاك تورنوا سواء انترينور ولا لي ميديا ولا لي سيبورتير ولا البوبل تاع الجزائر يقول لك الظروف مليحه، لا كوب دافريك مليحه، ونروحوا نديروا هويت سيبري اليوم خرج من القريه يا مشى للفندق، الملعب على حسب ما شفنا لي زيماج حنا ما راناش سير بلاصه تماك، وكان لي كوريسبوندو اللي راحوا شافوا التيرا قال لك تيرا يعني مليح، ميم لو تيرا دونترينمون تسمى يشبه التيرا تاع برينسيبال، فهمت؟ كلش الظروف مواتيه، عطينا الملعب. نعم. انت اليوم كي تقول لي راح بالك نلعب مع الثالث من كلاسي بريمي، نلعب مع الثالث ينجم لي عنده 3 بوان، عنده 3 بوان يكلاسي 3ام، يكلاسي 3ام يمشي، تلقى بالك الثالث بالك مصر تكون 3ام، دير 3 ماشين تروح 3ام. شوف هذا الاحتمالات اللي نديروهم محمد احتمالات على الورق هكذا، مي التيرا سي اوتر شوز يا جماعه، التيرا سي اوتر شوز. بلال هذه اسمح لي قاطعتك، هذه اخر حصه تدريبيه للمنتخب الوطني الجزائري على ارضيه الملعب الرئيسي. نعم ملعب التدريبات. نعم ملعب تدريبات. نعم. كانت هناك حصه لمعاينه الملعب الرئيسي عشيه اليوم، تفضل بلال. حتى ملعب تدريبات لا ما نشوف ارضيه تشبه الزربيه. نعم. لا الارضيه تاع الملعب هذا لانكس وين شو برسك نورمالمون برسك كيما لو تيران برينسيبال. اليوم يعني سي فري نيمبورت كال جوار يحب يكون تيرا ناحيته. شفت انا لو دوز الماتش مقبله تاع نيجيريا مع لاكيني اكواتوريال وين شت تيرا شويه موش احسن ما يرام، شفت لي كونتروليتو منا كاين ناس بحرت لي كونترول باسكو تيرا شويه ديفيسيل. اليوم نقول باللي الضغط على المدرب، ضغط المدرب يريح ما من الماتش يمشي 100 مينيت هو في الضغط، من اللاعب المومون اللي يدير الكو دونفوا يدخل في الماتش خلاص تكون عندك يعني انبول هنايا تحس انبول يتمنى غير دير الكو دونفوا خلاص راك في الماتش راك تلعب. بلا شاهدنا المدرب جمال بالماضي يتفاعل كثيرا، يعيش المباراة بمشاعره، البعض قال بان هذا يؤثر سلبا على اللاعبين، شاهدنا في كاس امم افريقيا الماضيه. شوف انت ايضا على خط تماس، ايضا على خط تماس وفوق ارضيه الميدان. شاك اونترينور عنده خصوصيه تاعو، شاك اونترينور كيفاش يتعامل مع الماتش. كاين دي زونترينور اللي واقف يشوف برك واقف ولا قاعد، بون دوك لا ماجوريتي تاع لي زونترينور ما كانش اللي يريح كاع واقفين ما يديش دي جيست، كاين لي جيست ديرهم سون فير اتونسيون، كاين دي جيست ديرهم راك عايش مع الماتش. رابح سعدان وجمال بالماضي 180 درجة، يعني واحد في الشرق وواحد في الغرب. سعدان شوف 100,000 متفرج في القاهرة، كل واحد مباراة مصيرية، الشيخ رابح سعدان يعني وكأنه على شاطئ كل واحد البحر. يعني كل واحد كيفاش يعمل يتعامل مع الماضي أحيانا نشاهد عصبية زائدة على خط كل واحد كيفاش يتعامل مع كل واحد كيفاش يتعامل مع أي نوعين أفضل بلال؟ والله كي اللي يعيش المقابله راهو عايشه وعايش المقابله سيفري كي منا بالمقابله المدرب عندك دوك اليوم ستاف اي لارجي اليوم راك تشوف وراه الخلل تاع ليكيب ادفيرس ما تنجمش تشوف كلش
انت في المباراه ما تجيش تشوف كلش وانت مدرب راك تتبع، مي كاين ناس قال انا اليوم راني اون اتاك، انت مدرب راك تشوف الجوار تاعك راه رايح يطاكي او في لاطاك، مي كاين لي زاسيستون ويشوف كي نروحوا حنا لاطاك واش لادفيرسير يخليه لقدام، وين حنا لازم نكونوا، هذه كاع الحوايج لازم تشوفها، لازم تشوفها الحوايج. الناس كاين اللي راهو يدير دوكا واحد في لاتريبي صح يروح دوك اليوم نروح دوزيام ماتش، قال لي يلعبوا لو دوزيام ماتش البريمي ماتش ديالهم، قال لي يلعبوا بوركينا فاسو مع لا موريتاني، اليوم اللي تبعته يشوف، اليوم يشوف قال كورنان تاع لا موريتاني، كورنان تاع لا موريتاني، الكارديان تاع لا موريتاني وراه، راه ليهم كورنان، الكارديان وراه ولا خارج على 16 مات ولا مازالوا تحت، شحال يخليوا لي ديفونسير كورنان ليهم، هاد الحوايج كاع لازم تشوفهم محمد. هذا نعم، شكرا جزيلا لك بلال زيري.